السلام عليكم. الموقع ده خطير ملوش حل. عبارة عن ايه؟ تديله اي فيديو يبدأ ان هو يعمل لك دبلجة ليه بأي لغة انت عايزها. يعني عندك فيديو صيني يبدأ بقى يعمل لك الدبلجة بنفس الصوت، لكن يعني خلوه لك باللغة اللي انت عايزها. حاجة جميلة جدا زي ما بنشوف مع بعض كده دلوقتي. طبعا عشان تبدأ تشتغل مفيش حاجة اسمها تعمل حساب، حاجة اسمها بوك قديمه، يعني احجز ميعاد مع حد هيبدأ يشرح لك الفكرة وتبدأ انت بعد كده ايه يبقى عندك حساب، فتبدأ ان انت تجرب. فكرته بسيطة، الفيديو بيبقى موجود هنا، بتديله الرابط وتروح بس ايه مزود لغة، يروح عايز ايطالي، عايز اسباني، عايز فرنساوي، او ممكن تقول له اد نيو فيديو وتضيف الفيديو من عندك مع الجهاز، هو يعمل لك دبلجة ليها، مش مجرد تكست مكتوب، لا دبلجة، بتسمع صوت الناس باللغة اللي انت عايزها. تمام؟ يعني ده مثلا You have said talked a lot about security, Gary. مبقاش محتاج لمبرمجين، انت مجرد بس تدوس كده تبدأ تسمع. بالاسباني يعني خلاص بقى فكرة الدبلجة دي بقت أبسط حاجة ممكنة. نفس الفيديو أهو بالإنجليزي. البرتغالي. فالموضوع أصبح خطير. يعني أنا بحب أفرجك على كونان، وبستنى هو بعد ممكن تجيب بقى كونان الياباني وتديهم الفيديو وتستنى بس ايه 3 4 ثواني تلاقي الفيديو كله تم الدبلجة بتاعته. الله المستعان.